عندي هو اللي مزيان هادشي معروف. الرومي علاش يمشي بزاف؟ لانه الشعب بوفري، الشعب ما عندوش الفلوس. ماشي حين تجيز الرومي، ما كاينش شي واحد اللي مقتنع بان الرومي احسن من البلدي. المهم ما عليناش. شوف دابا انا ما تنعرفك ما تعرفنيش، وخصك تفهم واحد المساله، ما كاينش شي واحد في العالم ما تيعرفكش غيعطيك 5000 درهم ولا حتى 50000 درهم ولا حتى 100 درهم. فاهمين؟ انا غادي ندير معاك واحد الخدمه. حنا في واحد الفرقه كريمه، عندنا مجموعه من المنتجات اللي حنا ديجا خدامين فيهم، غتخدم معنا فيهم وتخدم معايا كمسوق، وغتبدا تكتب المال فقط عبر الانترنت. يعني انت غادي تسوق المنتجات انت بالدور ديالك هي الاشهار، وقت ما تباع شي حاجه كتاخذ واحد النسبه ديالك تتراوح ما بين 200 درهم حتى ل 10000 درهم. انا غادي ندخلك عندي دابا باش نبغي نخلي سميتك. قلتي شنو الاسم ديالك؟ محمد. محمد هذا هو الرقم ديالك. شوف اسي محمد، حنا في نفس الوقت غادي غتخدم مشروع ديال الاحجار الكريمه في تسويق الاحجار الكريمه، وغتبدا تكتب بعض المال ان شاء الله عز وجل. كنضمن لك هذه التعاليم، وفي نفس الوقت حنا تنتعارفوا، وفي الوقت اللي غادي نتعرفوا مزيان ونشوفك انك قادر عندك مؤهلات وعندك مهارات، في نفس الوقت غندرسوا المشروع ديالنا. المشروع ديالك غنبقى ندرسو، وغتبقى تصيفط ليا ما طلبت لك شي حاجه، انا غنفهم المشروع وغادي نتعرفوا مزيان وندرسوا فين نقدر نبدا المشروع. انا ما تيهمنيش مشروع ديك القضية تاع غتقول لي غتربح واحد المليون حتى 10 المليون في الشهر في العام، ما تتهمنيش انايا. بالنسبة لي والو، انا نبيع بياسة وحدة في الحجرة كنربح فيها 10 المليون. انا تيهمني شي مشروع اللي يقدر يكبر، واخا غيبدا صغير، نبداو بجوج دجاجات، ولكن غتقول لي مثلا في 5 سنين غنبدا نصدرو الدجاج البلجيكي السعودية ولاستراليا. هذا بحال هذا المشروع اللي بغيت انا. تتحط في الخطة، في الخطة تحط لي الخطة، تقول لي هاد هادشي دابا خلي هادشي دابا ما نهضروش فيه، نسى هادشي. تنقول لك انا فاش نبدا معايا الخدمة وهادي عاد غادي نفتحو هاد الباب. دابا سد هاد الباب عليا، ولكن 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 انا فاش غنرتاح ليك انا غنقول لك ارا داك المشروع ديالك ندرسوه دابا. فاهمين؟ ياك انت بغيتي الفلوس انت دابا. انا كنعطيك انا هذا المشروع ديالي مشروع مربح، كنعطيك واحد الحاجه اللي غتربح فيها الفلوس يقينا. انت المشروع ديالك محتمل انه نربحو الفلوس، لان اي مشروع انا بالنسبه ليا اي مشروع باقي ما دخلتيش ما ربحتيش الفلوس، كتقول غادي تتفائل، تقول ان شاء الله غادي لا راه فلان داير وكذا، تتفائل تشوف الناس اللي جديد. ولكن الحاجه اللي انت خدام فيها ماشي بحال الحاجه اللي انت يلاه بغيتي تدخل ليها، هذيك عندك احتمال، يقدر يكون احتمال كبير ولكن احتمال تيبقى محتمل. فاهمين؟ اما الحاجه اللي خدامه كتدخل لك فاش هذيك راه واقع. حنا دابا عندنا مشروع اللي هو مربح غنخدمو عليه، وغندرسو هداك المشروع ديالك نتا، ولا كان فيه خير غادي نمشيو فيه. دابا غادي تدخل عندي الفيسبوك، غنصيفط لك السمية ديالي باش نأجوتيك في ليزامي، باش نعطيك واحد المجموعة في الفيسبوك تسيرها، وغنبقى معاك كل نهار نعطيك شوي بشوي، نعلمك شوي بشوي تتعلم الخدمة. صافي يلا السلام عليكم. دابا الدور ديالك هي الاشهار. صافي دابا نتايا الدور ديالك غير تبدا دير الاشهار وتدخل فلوس باذن الله عز وجل.